أنتم الآن على موعد مع عيادة الرحمة. الصحة كنز لا يفنى، والمسلم أغلى ثروتنا، والرحمة اسم ومسمى، أضحت مفتاح سعادتنا. للمرضى في الرحمة أمل يهديه طبيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا بكم حضرات السادة المشاهدين في حلقتنا اليوم، والتي هي بعنوان أو موضوعها ضيق مجرى البول عند الأطفال، الأسباب والآثار والعلاج. بعض الناس يمكن ذكرنا في بعض الحلقات السابقة إن هم بيظنوا إن المسالك البولية دي مشكلتها خاصة بالكبار بالبالغين، البروستاتا عند جده وعند عمه عند الحاجات الحصوات، والأطفال لا يصابون بأي مشكلة من مشكلات المسالك البولية. ده فهم مش مظبوط، وقد يؤدي هذا الفهم إلى وجود أضرار يعني المفروض كانت تعالج قبل أن تكتشف. من هذه المشكلات التي تواجهنا إحنا متخصصي المسالك البولية في الأطفال ضيق مجرى البول عند الأطفال. واحد يقول ياه، يعني مجرى البول في الأطفال ده ممكن يبقى فيه ضيق؟ طبعا. طب الضيق ده يجي إزاي؟ هو مجرى البول عشان بس نبقى عارفين أهميته، هو القناة التي تأتي من عنق المثانة مروراً بالبروستاتا، ده في الرجال في الذكور، إلى فتحة مجرى البول الخارجية التي تدفع البول إلى الخارج، دي اسمها مجرى البول أو اليوريثرا. في السيدات أو البنات ما فيش بروستاتا، بتبقى من عند عنق المثانة إلى برة. في الذكور بتبقى أطول، يعني في الرجل البالغ بتبقى حوالي 20 سنتي، في الأنثى البالغة بتبقى حوالي 4 سنتي أو أقل شوي. مجرى البول علشان نبقى عارفين أهميته إن هو يعمل على نقل البول من المثانة إلى الخارج، وأيضا دفع البول، لأنه هو فيه أعصاب حساسة بتنبه المثانة إلى أن تظل تنقبض حتى تدفع كمية البول كاملة إلى الخارج. مجرى البول ده قد يحدث فيه مشكلات تؤدي آثار سلبية جداً على المسالك البولية وكفاءتها. ليه؟ لأنه هو الفتحة اللي الأثر فيها بيرتد على الكليتين. يعني إحنا مثلاً مجرى البول ده واحد بيطلع فوق عند المثانة، المثانة ده كافيتي حوض تجويف، وبعدين بيفتح في المثانة الحالبين، الحالب الأيمن والحالب الأيسر. لو حصل مشكلة في الحالب بتؤثر مثلاً في الكلية. عندنا فاصل وإن شاء الله نعود. الصحة كنز لا يفنى، والمسلم أغلى. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا كنا بنتكلم قبل الأذان في علاقة مجرى البول أو اليوريثرا بالكلى الكليتين، وقلنا إن أهميته بترجع إلى أن أي ضرر فيه يؤثر على الكليتين. يعني يمكن الحالب زي ما كنا بنقول الحالب الأيمن أي تعب فيه بيؤثر على الكلية اليمنى مثلا، الأيسر على الكلية اليسرى، وهكذا. نادرا ما الحالب يؤثر على الكلية، حالات نادرة يعني جدا، لكن مجرى البول بالضرورة أي تعب فيه يؤدي بالضرورة إلى تأثير على المثانة، وقد يكون على البروستاتا وعلى الحالب الأيمن وعلى الحالب الأيسر وعلى الكليتين. ليه؟ لأنه هو المخرج اللي بيخرج منه البول اللي جاي من الطريقين، يعني هو مكان تجمع الطريقين، الحالب والحالب بيؤدوا إلى المثانة، والمثانة بتؤدي إلى مجرى البول. فإصابته بأي نوع من الإصابة بترتد إلى الطرق التي أوصلت إليه. طب إيه الحاجات اللي ممكن تصيب مجرى البول؟ طبعا في الأطفال
تقريبا نفس الحاجات عند الكبار مع الفارق في السن والاحتكاك بالحياة. في الأطفال أكتر حاجة بتبقى هي الحاجات الخلقية. زي إيه؟ يعني في ناس بتتولد بفتحة ضيقة جدا بنسميها بين هول ميتس. نعم؟ تفضل يا أخ. مين؟ معانا اتصال. تفضل يا أخت ثانية. تفضلي. ألو. تفضلي يا ست ثانية. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا دكتور؟ تفضلي يا ست ثانية. لو سمحت عندي سؤال بدي أسأله لك. تفضلي تفضلي. لما بدخل التواليت بفضل قاعدة مدة طويلة لما فض البول. طيب. مش عندي تعب ولا أي حاجة بس بيقطع كده ونقط نقط. طيب. من امتى يا ست ثانية؟ من فترة شهرين ثلاثة كده. انتي سنك كام سنة؟ 45. تتعالجي من حاجة؟ عندي ضعف الأعصاب والعضلات. ضعف في الأعصاب والعضلات ده جاء فجأة ولا وراثي من زمان؟ لا يعني في ناس قالوا لي وراثة وفي ناس مش يعني مش الكلام محدد. طيب وانت كنت لغايه شهرين كويسه في البول وحكايه تقطيع البول والاطاله في ده بقى لها شهرين بس متاكده؟ شهرين والله كانت كده. والله كانت من زمان بس متدرجه ظهرت اكتر بعد في حدود شهرين. لا يعني كنت مستريحه يعني الفتره الاخيره دي بس اللي هي يعني بفضل مده لو فضلت ربع ساعه برضو يعني ايه واصبر شويه وكده برضو انا اطيب. البول بينزل كله ولا بيفضل متحاش؟ بينزل جزء والباقي جوه. اول مره يعني بينزل كميه كبيره بعد كده كل ما احزق ينزل نقطتين ثلاثه نص فنجان كده. يعني تتعالجي من الاعصاب ولا مفيش؟ تتعالجي. في تحسن؟ لا. طيب نجيبك ان شاء الله يا اخت ثانيه. الاخت ام محمد اتفضلي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام ورحمه الله وبركاته. جزاكم الله خير يا دكتور. اتفضلي يا ست ام محمد. بقول لك يا دكتور انا عندي دايما حرقان كده في الحوض. لو اكلت حاجه اكلت حاجه مثلا يعني في الحوض. حتى شويه كده في الحوض. في الحوض يعني اثناء التبول ولا في المنطقه السفلى من البطن؟ قصدك ايه بالحوض يعني؟ الحوض يعني كده تحت البطن. او اثناء التبول ولا من غير يعني المغزى لما مثلا عاوزه اقوم اتصير ان ما لحقتش نفسي على طول وخشيت الحمام بيبقى فيه حرقان. والبول البول بيسبقك الصبح. البول يسبقك يا ام محمد وتروح الحمام؟ لا ما بيسبقنيش الحمد لله. هو بس اقوم مثلا اكون مثلا عاوزه اخش الحمام بيبقى لو نايمه احس بالحرقان. وانا نايمه فاقوم على طول اخش الحمام. فده بس ان كلت مثلا اي حاجه تكون فيها املاح. انا عملت تحليل برضو طلع عندي شويه املاح بس يعني الحمد لله مش قوي. قصدك بالاملاح الحاجات الحادقه يعني؟ ايوه بس انا بصراحه انا مريض السكر باخد علاج بس بيكتب لي مضاد حيوي وبيبقى تقيل عليا. بص انا نفسي جالي هبوط على طول. طيب سنك كام سنه؟ انا 41 سنه ان شاء الله. بقول لك يا دكتور سؤال تاني لو سمحت. اتفضلي. ابني اللهم صل على سيدنا محمد دايما برضو يسبقوا البول كده لو قاعد يلعب ونسي نفسه تبص له تبول على روحه وهو قاعد. فطبعا امه دايما تضربه وتقول له لا ما ينفعش كده. ام اللي هو انت ولا واحده ثانيه؟ لا ده مرات ابني انا. هو عنده كام سنه؟ هو عنده 5 سنين. فدايما يعمل على نفسه قبل ما يخش الحمام بينسى نفسه في اللعب فيعمل على نفسه قبل ما يخش الحمام. فراعبينه بقى دايما يضربوه على طول. عنده تبول لا ارادي وهو نايم بالليل؟ لا. طيب. هو بس بينسى نفسه في اللعب كده وممكن حاجه بسيطه كده يعملها على نفسه يعني. ماشي يا ست. ماشي يا دكتور. جزاك الله خير يا دكتور. شكرا يا ست الكل. بنكمل موضوعنا علشان نفيد السادة المشاهدين في موضوع مجرى البول. بنقول ان الحاجات الخلقيه التي تؤثر على مجرى البول في الاطفال كثيره منها ضيق مجرى البول الخلقي. وضيق مجرى البول الخلقي ده بيبقى الفتحة صغيرة جدا وكمية البول اللي طالعة بتبقى يعني أكتر من حجم الفتحة فبيرد على عضلة المثانة وأحيانا على الحالب وأحيانا على الكلى. دولي بيبقوا نسبة منهم ما اتطهروش ونسبة اتطهرت. فلو ما اتطهرش بنطهره لأن الغلافة البريبيوس أو الحتة اللي بتتقطع في الطهارة أحيانا تبقى هي نفسها اللي فيها الخنقة
أو مسببة لهذه الخنقة. أحيانا يبقى نحتاج إلى الطهارة علشان المشكلة تتحل. تفضلي يا أستاذ عمرو. تفضلي يا أم عمرو. السلام عليكم. عليكم السلام. سمحت يا دكتور، أنا عندي 59 سنة وعندي سكر من 12 سنة، وبعدين من أسبوعين كده يعني عمري ما يعني مشتكتش من الكلى ولا من المسالك البولية خالص. من أسبوعين كده قمت بالليل تعبانة جدا وحرقان جامد في مجرى البول زي ما يكون نار فيه، وبعدين جاب دم كتير كتير كتير. يعني كان يعني مش مية بتنزل، لأ دم. فروحت عملت تحاليل في المستشفى ونقلوني المستشفى ساعتها، فعملت تحاليل فطلع الباص اوفر 100، وبعدين عملنا مزرعة فطلع المزرعة 100,000 الإيكولون. فسؤالي يعني هو، وعملت أشعة يعني الدكتور قال في سمك شوية في المثانة، والدكتور قال لا ما فيش حاجة في المثانة. هي اللي ممكن يعمل سؤالي الصديد والبكتيريا دي ممكن تعمل الدم ده؟ الدم ده تكرر ولا جاء مرة واحدة؟ لا هو مرة واحدة وفجأة فجأة وراح ما عادش بيجي. لا بس باخد علاج، باخد فوار وباخد بعض العلاجات كده. طيب. خدت المضاد الحيوي، يعني خلصت المضاد الحيوي وخلاص. فهو سؤالي يعني هل يعني الصديد والبكتيريا دي، وبعدين هي الإيكولاي دي يعرف ان هي لها علاقة بالجهاز الهضمي، ايه اللي جابها المثانة؟ حاضر هقول لك. انت ما كانش عندك حصوات؟ لا لا اطلاقا، ولا حسيت ما هو ماشي ما حسيتيش، لكن ما عملتيش اشعاعات قبل كده ولا حاجه في فتره قريبه؟ وقال في حصوات صغيره. انا بعمل سونار كل شويه عشان عندي مشكله في الكبد. يعني ما فيش حاجه، ما طلعش في الكلى اي حاجه. هو في كيس ميه بيقولوا، ولا ما اعرفش، على جنب احد الكليه اليمين تقريبا. طيب ماشي. انت بتاخدي حاجات تعمل سيوله في الدم او حاجه؟ لا هو انا عندي انخفاض في الصفائح. انخفاض في الصفائح؟ في لسانك اسنانك واللثه لا دم. هو انخفاض يعني مش كامل، يعني هي بتوصل 100 104 98 كده. يعني طيب ماشي يا ام عمرو، ان شاء الله نجيبك. الاخت ام يوسف تفضلي. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت، انا ابني عندي اتولد وعنده انسداد في مجرى البول خالص. ايوه. وفي وديته الدكتور قال لي لازم يتعمل له عملية، ويتعمل له عملية ترقيع الأول وبعدين عملية تسليك. أيوة معايا؟ معاكي. وديته الدكتور تاني قال لي لا سيبيه لما يتم 5 سنين، هي كلها عملية واحدة تتعمل. معايا دكتور؟ معاكي يا ست تفضلي، ما أنا بكتب اللي أنت بتقوليه علشان ما نسهوش. أيوة قال لي عملية أنت واحدة تتكلمي على طول وأنا سامع. 4 سنين. ماشي. الدكتور الثاني مش عارف اعمل ايه، اسيبه الدكتور ولا الدكتور الدكتور ده ولا امشي مع الدكتور ده؟ الدكتور الثاني قال لك استني لما يبقى 5 سنوات وبعدين نعمل له عمليه. عمليه واحده. هو انت بتقولي عنده انسداد في مجرى البول، انسداد كامل يعني قصدك؟ ما عمره ما يكون انسداد في مجرى البول، وممكن يكون الفتحه بتاعه مجرى البول في غير مكانها الطبيعي. انت معايا يا ام يوسف ولا الخط قطع؟ معايا. ام محمد اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت يا دكتور، عايزه اسال على معايا الولاد البنات عندهم التبول الإرادي، لحد ما في واحده يعني داخله على اولى ثانوي وبعينها يعني التبول الإرادي معاها على طول، يكون ايه السبب يا دكتور لو سمحت؟ كل الاسره كده؟ الثلاث بنات الاخرانيين، الولد والبنت الوسطانيه طبيعيين وعاديين. لكن البنت اللي هي بعد الولد على طول والبنتين الصغيرين التبول الإرادي ده معاهم على طول يعني. حاضر يا ام محمد نجيبك ان شاء الله. عندها 16 سنة. 16 سنة أكبر واحدة. ماشي يا دكتور. ماشي يا ام محمد. اتفضلي يا ام مريم. ام مريم اتفضلي. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت، أنا عندي بنتي مريم عندها 10 سنين. أيوه. عندها تبول إرادي بالليل، وعندها الصبح يعني ما بتقدرش تتحكم في البول برضو، يعني ممكن لو بتضحك لو بتعيط لو اي حاجه اللي هي بتفلت منها برضو. وديتها كذا دكتور وكده، وعملت لها تحاليل واشعه، عملت لها اشعه على المثانه. المثانه كويسه، حجم المثانه طبيعي ما فيهوش حاجه، بس مش عارفه بقى المشكله في ايه. مش عارفه يعني مجرى البول في حاجه او سبب التبول اللا ارادي ده من ايه. حاضر. يعني دلوقتي 10 سنين.
ماشي يا ام مريم، نجيبك ان شاء الله. الاخ محمد اتفضل. اتفضل يا استاذ محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا دكتور؟ ازيك يا اخي. والله انا حضرتك كان عندي 27 سنه وبعاني من اصلا كان عندي خلق في المسالك البوليه من ساعه ما اتولدت. كان عندك ايه؟ عيب خلقي في المسالك البول، كانت مش في وضعها الطبيعي. فتحة مجرى البول ما كانتش في وضعها الطبيعي. ايوه وعملت العمليه 3 مرات. أيوة. عبال ما نجحت. عبال ما نجحت. وبعد كده انا وبعدين جيت من سن من حوالي 10 سنين كنت تعبت، حصل عندي التهابات وحرقان ودم بينزل كده مع حاجات سودة في البول، فدكتور عمل لي منظار وعمل لي منظار كوالي، قال لي دي قرحه في المثانه. قرحة في المثانة؟ وبعد كده قال لي انت محتاج توسيع، وعمل لي توسيع بس من غير ما يعمل لي قسطره او اي حاجه. معايا دكتور؟ التوسيع ده عمله لك بالمنظار بس ما عم... يعني هو قال لي ان انا عملت لك توسيع وبس ما عملش لي قسطره ولا عمل حاجه. من حوالي 10 سنين من 2001 يعني دخل المنظار وطلعه وما سابش قسطره. ما سابش قسطره ولا عمل حاجه. طبعا ده انا عرفت بعد كده ان ده مش مظبوط يعني. طيب المهم ايه اللي موجود دلوقتي؟ المهم دلوقتي من بعدها كده من 10 سنين وانا سنويا بيجي لي التهابات في مجرى البول، صديد بحرقان، وباخد علاج سنويا كل سنه، لدرجه ان انا خلاص لما زهقت من الموضوع غيرت اكتر من دكتور، وكان كل مره الدكتور يعمل لي مزرعه واخد العلاج وارجع اتعب تاني. اخر حاجه بقى لي دلوقتي سنه كل 3 شهور بتعب بيجي لي الصديد ده تاني، وفي الاخر رحت للدكتور قال لي اعمل لي اشعه صعبه على مجرى البول، وبالفعل عملتها وطلع ان انا عندي دي في مجرى البول وفي كمان تليفات او حاجات كده مش سالكه في مجرى. فقال لي ده لازم تدخل بالليزر جراحي وتعمل قسطره، تعمل قسطره 10 ايام وتعمل توسيع لمجرى البول تنظيف عشان الصديد ده يفضل معاك على طول، طول ما انت مجرى البول مش سالك. فانا عايز اعرف دلوقتي انا فعلا يعني كده يعني هو ده ما فيش حل تاني وكده صح ولا لا؟ بعدين انا متجوز فخايف يكون ده له علاقه على البروستاتا او على اي مشكله ثانيه، فيا ريت حضرتك تفيدني. حاضر يا استاذ محمد ان شاء الله. كده مظبوط ولا لا الموضوع اللي هو القسطره اللي هو التوسيع بالليزر دوت والقسطره وكده؟ ماشي يا سيدي ان شاء الله. اتفضلي يا ام مشاهد. اتفضلي يا ام مشاهد. السلام عليكم. السلام. الو. اتفضلي انا سامعك. بالله عليك يا دكتور انا هقول لك على مشكله، بس بالله عليك بجد عامله لي مشكله جامده. اتفضلي. انا عندي بنتي عندها 9 سنين. ايوه. عندي بنتي عندها 9 سنين، هي من وهي في الحضانه وهي عندها مشكله في الحوض وكده، هو كانت على طول بتبقى مش عارفه تخش الحمام وتبقى مزنوقه جدا وكده هو. فرمضان اللي فات ده هو لما كانت بتبتدي يعني تقومها وكده هو عملت لها مشاكل كبيره وكده هو، يعني ميه نشفت على الكلى وكده هو، فحبيت ان انا اكشف عليها وكده هو، طلع ان هي عندها 3 كلى. عندها 3 كلى، 2 يمين وواحده شمال، وعندها حوضين، يعني في حوض للكلى والحوض الثاني طالع بفرعين. يا دكتور بالله عليك دي بتخش الحمام بتتعذب، انا عملت لها اشعاعات مش ممكن ما تتعملش البنت، يعني عملت لها قسطره من قدام وعملت لها اشعاعات بالسمر وعملت لها اشعاعات يعني اشعاعات فظيعه الصيف اللي فات ده هو في اجازه المدارس. يعني اللي نطق كله ان هو اداني الدكتور علاج، طبعا ما ينفعش اقول اسمه، واداني فيتامين سي، قال لي دوت تمشي عليه لمده شهر كامل وبعد كده 5 ايام من كل اول شهر. ان شاء الله لحد ما تبلغ لحد ما تكبر. يا دكتور من السنه اللي فاتت الكلام دوت كان في اجازه المدارس، يعني يا دوبك يعني قرب المدارس اهيت ما تخلص خلاص تعب نفس التعب. امبارح الدكتور دخلت الحمام بتعمل حمام ميه وشها ده ازرق. عارف يعني ايه يا دكتور ازرق؟ ازرق واحمر، بتقعد تحزق جامد جامد، تقول لي ماما مزنوقه هعمل حمام على روحي، ما بتعملش حمام، يعني نقطه نقطتين. والدكتور قال لي يعني الدكتور اللي كان عامل تحليله قبل كده هو قال لي ديت ما ينفعش تتزني، ديت لازم كل 2 ساعة تخش الحمام، ما ينفعش الحوض عندها يعبد ميه يعني زي الكبير وكده هو كتير. فانا مش عارفه بصراحه يا دكتور العلاج اللي انا بديه لها كل 5 ايام دوت ده حضرتك مش جايب نتيجه، يعني انا شايفه ان هي ايه رجعت تسوق من تاني. يعني عملت لها قسطره من تحت وعملت لها اشعاعات بالسبره وعملت لها اشعاعات سونار. القسطره اللي من تحت سبتيها ولا ركبتيها عشان تجيب البول وشلتيها تاني؟ لا شلناها تاني، يعني هو الدكتور عملها لي في المدرسه في المستشفى في رعايه مركزه،
يعني عملها لها لحد ما عمل الاشعه وبعد كده شفناها تاني برضو بواسطه الدكتور برضو. بس يا دكتور بجد انا مش عارفه ان انا اعمل معاها ايه، يعني انا تعبت دي بنت، وفي دكتور برضو دكاتره الله يكرمهم برضو قال لي دي لو فضلت بالمشكله دي تاثر عليها فيما بعد يعني، ودي بنت بقول لك وهي في الحضانه وهي دلوقتي السنه الثالثه. انا بجد انا ضغط وتعبت، انا نايمه امبارح يا دكتور بعيط عليها. يا ام شهد الامور بسيطه وثلاثه كلى دي نعمه ودي خلق الله ما لهاش حل ولا ده ميزه. هو نعمه لو هي مريحاها يا دكتور. انا يعني معلش انا بجاوبك علشان المفروض انت يعني في ناس قبلك سالوا لكن شايفك متوتره فالموضوع. وبعدين الحوضين ده حوض الكلى مش الحوض اللي تحت في المثانه. طب ما هي الكلى. طيب انا بفهمك. الكلى بتشيل حوض، الكلى الزياده دي طالع لها حوض زياده. يا ستي يعني انا 3 كيلو و3 حوض. حاضر انا فاهم اللي انت بتقوليه اكثر من فهمك ليه. انا بفهمه لك علشان تاخدي الامر ببساطه علشان شايفك متوتره بس عايز يعني افهمك الوضع يمكن تستريحي. ده حاجه خلقيه، ربنا سبحانه وتعالى خلق ناس معظم الناس بكليتين، كليه يمين وكليه شمال، وفي ناس بكليه واحده الشمال او اليمين ما طلعتش من اصلها، هم بيطلعوا من تحت. وفي ناس بيبقى كليتين في ناحيه، يعني هي كليه وانقسمت، هي اصلا طالعه كليه واحده اتقسمت اثناء التخلق الجنيني. فكل كليه لها حوض المفروض، ولو ما لهاش حوض مش هتشتغل، تبقى جزء من الكليه الثانيه وما لهوش تصريف لو ما لهوش حوض، ده حاجه طبيعيه. شغالين مظبوط جدا. ممكن بس اتكلم واسمعيني بقى. ثلاث احواض الحوضين اللي في الكليتين ده طبيعي لان كل كليه لها حوض، والحوض اللي في الكليه الثانيه بتاع الكليه الثالثه زي ما بتقولي انت، هي بتبقى كليه منقسمه، يعني هم كليتين واحده منهم منقسمه، واحيانا بنلاقي كليتين بحالبين والحالب يصل الى تحت، واحيانا يبقى في الناحيتين يبقى اربع حوالب، لا مشكله. وناس تبقى تيجي لنا عندها 70 سنه و80 سنه عندهم الحكايه دي، ما فيهاش مشكله خالص. الحوض اللي هو المثانه دي واحده لوحدها. الجزء حضرتك الموضوع اللي انت بتتكلمي فيه أنصحك بأنك بتعملي موجات صوتية، ما لقيتيش تضخم في الحالب وفي حوض الكلى الموضوع ده ما تخلوش، يعني أنت محملاه في تصوري أنا إذا كانت الأمور اللي أنا قلتها دي طبيعية أكثر مما يحتمل. إذا كان في التهابات بنعالج الالتهابات، أما إن إحنا نحطها للبنت وأصل بيجيلها وأصل بيعملها، اعملي لها أشعة صاعدة من مجرى البول إذا كان عندها ارتجاع، ده اللي يمكن اللي الدكتور قالك ما تخلاش تزنق البول علشان يكون شك في ارتجاع، ارتجاع البول في الحالب على حوض الكلى شك. ازاي نتاكد ان في او ما فيش؟ بنعمل اكتبي معايا لو تقدري او تخلي بالك من الكلام، اشعه صاعده على مجرى البول، من مجرى البول بنحط قسطره كده ويحقنوا اشعه ماده زي اليوروجرافين او الالترا فيست او حاجه وبيصوروا البني ادم الطفل او راجل او اي حاجه. المفروض الماده اللي بنحقنها مع السائل ده ما تطلعش الحوالب. ليه؟ لان في صمام بيقفل ان يخليش البول يطلع من المثانه الى الحالب، والا كانت كل واحد اتزنق البول رجع على الكلى. لا، ربنا خلق الحته من الحالب الى في داخل المثانه صمام محكم جدا ما يعديش. طب لو الصمام ده مش موجود او تلف الحالب الى حوض الكلى الى الكلى وهكذا، بنعرف ازاي؟ بالأشعة الصاعدة، أشعة صاعدة من مجرى البول بنملى بها المثانة وبنصور، وهي بس بتقول أشعة صاعدة من مجرى البول، بتروح لبتاع الأشعة هو عارف بيعملها لك، لو عندها ارتجاع هيظهر الارتجاع في الأشعة وبالتالي تشخص. في الوقت ده أي دكتور مسالك بولية ينصحك بتعملي إيه؟ أنا في تصوري عايزك تاخدي بس عشان بنتك برضو ما تبقاش متوترة، الموضوع ده شايفه بسيط. ولو عايزه تيجي لنا دمياط حضرتك نساعدك ونوريك الحاجات دي ونشرحها لك على الطبيعه، اهلا وسهلا. يعني الموضوع التهابات البول في البنات مش شرط يبقى سبب اللي انت بتقوليه، ما بنات كتير جدا بتيجي لنا عندها التهابات في البول وعندهم كليتين وعندهم حالبين وعندهمش مسالك مشاكل خالص في المسالك البوليه العليا ولا في الحوض، بيبقى مجرى البول بسبب الافرازات اللي بتبقى من تحت من مكان النسا والعرق وقلة النظافة الشخصية بتعمل التهابات. يقوم تيجي هي يقولوا لها اعملي تحليل بول، تعمل ايه بقى البنت من دولي؟ تاخد الكوباية من المعمل او تاخد كوباية من البيت وتبقى الكوباية غير معقمة، تقول ده انا غسلاها، الغسيل لا يعقم، دي لازم تبقى متعقمة جاية من جهاز تعقيم مفروض كده،
وتروح تاخديها من المعمل وتدي العينه في المعمل ومحدش يلمس الكوبايه من جوه، تتلمس الكوبايه من بره او الحاجه اللي هنجيب فيها العينه من بره مش من جوه عشان ما نلوثهاش. وبعد كده بننظف مكان مجرى البول خالص ببيتادين او حاجه مطهره، وبعد كده بنخليها تتبول شويه الاول على الارض في الحمام، واثناء التبول بنحط الكوبايه نجيب وسط البول ده، لو طلع فيه التهاب يبقى فيه التهاب في المسالك البوليه. لكن حد بيعمل كده؟ اتمنى الناس تعمل كده. لو عملتي كده يا ام شهد هتلاقي النتائج افضل، وزي ما قلت لك حضرتك لو يعني تقدري تجي لنا دمياط مستشفى جامعه الازهر بدمياط ومعاك الاشعه والتحاليل، خدي ميعاد وتعالي وانا اشوفك هناك واطمنك اكتر، ولو لازم حاجه نعملها لك ان شاء الله. حاج عبد العزيز اتفضل. دكتور اتفضل. السلام عليكم ورحمه الله. السلام ورحمه الله وبركاته. والنبي لو سمحت انا سني 55 سنه. اتفضل يا حاج عبد العزيز. انت شباب يعني 55 سنه. وبعدين انا باجي بتبول يعني بخش الحمام ولا حاجه، لو ما لحقتش نفسي اروح حمام ولا كده بسيب ميه على نفسي. عندك سكر؟ لا والله ما بتعالجش باي شيء. عملت تحليل للسكر؟ ما بتعالجش باي شيء خالص. يا اخي اسمع الكلام، انت عملت تحليل للسكر؟ امتى؟ امتى عملت تحليل للسكر؟ لا ما عملتش يا باشا. شوف لازم تعمل تحليل للسكر، واخد بالك؟ وعندي بنتي نفس الطريقه. اعمل يا حاج عبد العزيز. بنتي كبيره برضه نفس الطريقه. حاضر اتفضل. ايه تاني؟ لو ما لحقتش تروح حمام بسرعه بتسيب ميه على نفسها. ماشي. ولا بنشتكيش باي شيء يعني الحمد لله. بس كده؟ ايوه نعم. ماشي يا حاج عبد العزيز، نجيبك ان شاء الله. نعم؟ مش سامع. طيب احنا كنا بنتكلم في البداية عن مشاكل مجرى البول في الأطفال، وقلنا ان ضيق مجرى البول ده شيء موجود وأسبابه كتيرة، وأهمها في الأطفال الأسباب الخلقية، ومن الأسباب الخلقية وجود صمام في داخل مجرى البول، صمام في داخل مجرى البول. طبعا المفروض طريق مجرى البول ده سالك، لو وجد فيه صمام بيعوق حركة البول، يعني بيبقى صمام كده يقوم البول يجي ينزل يحوشه يمنع البول، فبيرد البول على مجرى البول الأعلى الجزء العلوي على الصمام والمثانة والحالبين والكلى إلى هذا الحد. برضو من ضمن الحاجات الخلقية التي تسبب ضيق مجرى البول الالتهابات، وأهم شيء في الالتهابات في البالغين بالذات ما يسمى السيلان أو الجنورية. والسيلان ده بيجي من الاتصال الجنسي غير السوي غير الشرعي، ولذلك بنحذر من هذه العلاقة لأنها علاقة ربنا حرمها، والنبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث وما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشت فيهم الأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. والسيلان أو الجنورية ده كتيرة، بنشوف حالات كتير جدا. وطبعا يعني من حكمة الله سبحانه وتعالى إن الواحد الرجل لو اتجوز 2 3 4 ما يجلوش أي حاجة لأن المكان واحد. أما الشخص اللي بينحرف هو بيعرض نفسه لمكان بيأتي إليه غيره، فتفاعل الحيوانات المنوية مع بعضها في مكان واحد بيؤدي إلى التهابات وضعف في هذا المكان، وخلق أنواع من الفطريات والفيروسات وغيره، ومنها آخرها الإيدز، أو ليس بالآخر ولكن مما ظهر الإيدز. فاحنا بنقول العفة والطهارة مهمة، لأن ضيق مجرى البول ليس يعني احنا يعني لا نفقد الناس الأمل، لكن يجب أن يعالج، ويجب أن يعالج بحذر وبحيطة، لأنه يعني أثره قد يؤثر على الكليتين مش الكلية الواحدة. ومن أسباب ضيق مجرى البول أيضا الإصابات، ودي حاجة كتيرة جدا خاصة بعد ظهور طفرة الموتوسيكلات. ويا ما عندنا في مستشفى جامعة الأزهر في دمياط كل يوم كام حالة حادثة موتوسيكلات، وطبعا أو عربية خبطة الموتوسيكل أو إلى آخر. إيه اللي بيحصل لما بيتكسر الحوض؟ عظمة الحوض بتقطع مجرى البول، طبعا مجرى البول ماشي تحت عظمة الحوض، فلما بتتكسر بتخش عليه تقطعه، إما قطع كامل أو قطع غير كامل. طبعا سواء كامل أو غير كامل هي مشكلة، وبالتالي احنا بنقول الناس اللي بيعرضوا لكسر في الحوض
يجب أن يعاملوا بخصوص مجرى البول معاملة خاصة، بحيث ما يروحش حتة يروح مركب له قسطرة يحول القطع غير الكامل إلى قطع كامل، لأن بتبقى مجرى البول مقطوع، يقوم يركب قسطرة يبقى هو شابك على حتة صغيرة، تروح القسطرة داخلة في اتجاه تاني، يروح قطع الجزء اللي باقي ده. طبعا لو الجزء ده فضل أحسن، لأن لما يلتئم جرح غير ما يلتئم قطع كامل متباعد، فلما يبقى متباعد علشان نوصله غير لما يبقى متصل وبنلحمه، فده برضو زي أي حاجة أنت بتشوفها في الحياة. يستحسن طبعا أن متخصص المسالك البولية هو اللي يشوف الشخص ده ويركب له قسطرة إن لم يجد هناك علامات على تهتك مجرى البول، أو إذا وجد أو ظن أن هناك علامات على تهتك أو إصابة مجرى البول بيحول له البول من العانة بجهاز، وبيفضل فيه الجهاز ده أسبوعين ثلاثة أربعة، وبعد كده نعمل له أشعة صاعدة على مجرى البول. لو لقينا الأمور سالكة وكويسة بنركب قسطرة أو بنختبر أو بنسيبه يتبول، لو لقينا فيه إصابة بنتعامل على قدر الإصابة، يبقى ده نوع من الإصابات التي تصيب مجرى البول. ومن الإصابات التي تصيب مجرى البول أيضا اللي بنسميها في الطب آياتروجينيك، التي يحدثها الطبيب عن طريق طبعا أي تعب له مضاعفات وأي عملية لها مضاعفات في العالم كله. أحيانا تيجي تركب قسطرة أو تركب جهاز يعمل بنسميها فولس باسج، يخش في يعني الطريق كده هو يروح داخل في عكس الطريق يعور مجرى البول، وقد يؤدي هذا إلى ضيق مجرى البول على المدى. كل دي أحداث بالإضافة إلى الأورام التي تصيب مجرى البول. طبعا لما بنيجي علشان نعالج الحاجات دي كلها، أهم حاجة في العلاج، دي نصيحة لكل السادة المشاهدين، التشخيص السليم. والتشخيص بيأتي بأبواب. إيه الأبواب؟ أولا تسمع من الشخص، والشخص اللي بيشكي بيتكلم عن حالته، دي نصيحة عامة لجميع السادة المشاهدين، حاول تبقى يعني منطقي وواقعي، لا تهول ولا تهون ولا تخفي شيء على الطبيب. وبعدين ما تقولش حاجات، يعني ما تخبيش حاجة أنت تظن الطبيب يعرفها، ولا تقول حاجات مش موجودة، لأن في أمور الطبيب لا يعرفها إلا منك. يعني واحد بيقول بيشتكي من إمساك مثلا، طب الطبيب يخش معاه الحمام والله يصدقه، مضطر يصدقه. طب لو ما عندوش إمساك يبقى هيديله علاج غلط. يبقى كلامك أنت مهم جدا للطبيب علشان يشخص حالتك، تقول وتتكلم على الأحداث متتابعة من بدايتها، وما تفسرش الأمور بتفسيرك. أحيانا زي الأخت اللي قالت أنا ما باكل أملاح، هي قالت كده بالنص، لما بتاكل أملاح زي الأخت أم محمد بتقول لما بتاكل أي حاجة فيها أملاح مش عارف بيجي لها حرقان في البول. هي تقصد بالأملاح يعني الحاجات الحادقة، يعني ترشي، حوادق، مخللات، الكلام ده كله. طب ده ايه علاقته بحرقان البول؟ انا دي حاجه غير علميه على الاطلاق. ليه؟ لان هي لو كانت حاجه حادقه، الحاجه الحادقه دي الملح اللي احنا بنستخدمه ده كلوريد الصوديوم، صوديوم كلورايد، مش هو ده الملح اللي بيبقى في البول اللي يقول لك عندك املاح في البول، مش هي دي خالص. املاح كلوريد الصوديوم اللي بناكله في الاكل مش هو الملح الاوكزاليت او اليوريت او الفوسفيت اللي احنا بنشوفها في تحاليل البول، مش هي دي. دي حاجه، دي طريق ودي طريق، لكن هي ركبها في دي. اتفضل يا اخ ناصر. ماشي يا باشا. اتفضل يا اخ ناصر. ازيك يا دكتور؟ ازيك يا باشا، الله يبارك فيك يا دكتور. اتفضل. انا بالليل. نعم بالليل. بالليل اتفضل. مش عنام في الليل من التبول الكتير، كسرة التبول، مش كده؟ تبول كتير. طيب وجمت تروح داقرة فيه الكلى الشمال. اسمع، التبول ده في الأول من الصير ترتاح. يا ناصر خليك معايا علشان أفيدك وأفهم منك الموضوع. كسرة التبول اللي أنت بتقصدها، كل شوية عايز تخش الحمام وتجيب كمية بول قليلة، والله بتخش الحمام تجيب كمية بول كتيرة؟ لا يعني أوقات نجيبها كتيرة وأوقات قليلة. طيب ايه تاني؟ كتير اكتر من القليلة. طيب ايه تاني؟ في حاجة تانية؟ والكلى تكلبش في الكلى لو تصير ترتاح. طيب اهو ده برضو من الامثلة اللي احنا بنقولها للاخ ناصر، الكلى بتكلبش ولما يتبول يستريح. ماشي يا استاذ. انت بتخش الحمام كم مرة بالليل؟ تصحى من النوم علشان تتبول كم مرة وانت نايم نعست؟ تصحى كم مره؟ سيبك من وانت صاحي. لو تبعت نفسي. نعم لو تبعت نفسي.
نخرج من الساعة 7 بالليل لـ 7 الصبح. 7 بالليل لـ 7 الصبح إيه؟ طيب ماشي. أنا في حتة أنا مش فاهمها، لكن لما أجاوبه إن شاء الله هتتضح المهمة. بس مفيش حرقان. مفيش حرقان. لا. طيب ماشي أخ ناصر. حاضر. سلامنا لأهل إنا والدكتور مهدي حمدان، راجل محترم وصديق عزيز وزميل ومن إنا، من يعني الناس اللي بنحبهم، ناس طيبين ومحترمين. طيب نعالج إزاي مشاكل مجرى البول؟ علشان نخش على إجابة الأسئلة، بنقول علاج أي حالة أهم حاجة فيها التشخيص، لأنك لما بتشخص صح أي العلاج بيبقى إن شاء الله في المستهدف، لكن لو شخصت غلط بتبقى العلاج في غير المستهدف. تفضل. تفضل يا أخي سيد. ألو. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. لا سمعت يا دكتور، أنا عندي السكر ودايما بتدور على طول مية، بس مية جديدة قوي. أيوة. بس اليومين دول الجنب بدأ يوجعني اليومين دول. تفضل. في حاجة تاني؟ لا شكرا. سنك كم سنة يا حاج سيد؟ 39 سنة. 39 سنة؟ أيوه. عملت عمليات في المسالك البولية أو حصوات أو حاجة؟ لا ما عملتش أي حاجة خالص. ماشي نجاوبك إن شاء الله يا أستاذ سيد. الأخت أم عائشة. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك حضرتك يا دكتور؟ ازيك يا فندم؟ الحمد لله. والله يا دكتور بعد إذنك كنت عايز أستفسر على عندي بيجيني تفلت في البول كده عند أي ضحكة، أو لو ضحكت أو عطست أو كحيت حتى. وغير كده كمان عندي شعطان في البول بيزيد في الصيف. طيب يا ام عائشه انت سنك كام سنه؟ 36 يا فندم. كام؟ 36. ولدتي كام مره؟ لا ما ربنا ما قرأش. امال ام عائشه دي ايه بقى؟ اسمك كده؟ اي حاضر يا ام عائشه اجيبك ان شاء الله. ام ابراهيم تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا دكتور؟ ازيك يا ست الكل. حضرتك يا دكتور انا ولدت طفل عنده دلوقتي 3 شهور ومولود، والمثانه بتاعته فوق الجلد، فوق الجلد. البول نعم، والمثانه فوق الجلد ظاهره مفتوحه ولا مقفوله؟ لا مفتوحه، يعني البول بيطلع على الجلد على طول. البول طالع بره كده خالص. يعني مش متحول لمجرى البول خالص. ايوه. فحضرتك احنا تحدد لنا عمليه، بس دلوقتي هو حضرتك على طول المنطقه اللي حوالين اللي بالرجليه دي بتبقى ورمه جدا وناشفه. البول بيجي عليها طول بقى، وعلى طول يصرخ ويعيط. البول بيجي على المنطقه دي؟ لا البول مش بيجي عليها، يعني لما بيسيب كده ما بيجيش. لا هو البول نازل من الجناب كده على طول، بس المنطقه دي عامله زي ما يكون فيها فتاق ورمه كده. طيب الدكاتره اللي شافوه ما طلبوش سونار على المنطقه دي ويقولوا لك فيها حاجه؟ لا هو في الدكتور هناك في المكان اللي هنعمل فيه العمليه قال ان ده فتاق. ما هو ده لازم بيبقى. بس بقى يا دكتور على طول بقى، وعنده الخصيتين في اوقات بيبقوا ناشفين برضو جدا، وما بيجي يعمل حمام البراز بيعكل جامد. طيب حاضر. طيب ماشي. بيقولوا لي في الكنترول نجاوب الناس علشان الاتصالات كتيرة. أنا بس هخلص موضوع مجرى البول ده، لأن ما ينفعش إن احنا نعلق الناس. العلاج يا السادة المشاهدين مهم جدا، فيه التشخيص، والتشخيص بيعتمد على كلام الشخص نفسه. مهم جدا المعلومة اللي بتقولها للدكتور، لأن هو الدكتور ببرمج كلامك إلى يقول مثلا إما كذا أو كذا أو كذا، وبعدين يعمل لك تحاليل وابحاث عشان الثلاث احتمالات يبقوا احتمال واحد ويعالج هذا الاحتمال. فمهم جدا الكلام، بيسموه هيستوري تيكينج، مهم جدا. وتقول ويسالك عن صحتك من زمان وحصل لك ايه. احيانا الناس تبقى عامل عمليه في الظهر او مخبوطه في الظهر او عنده حاجه انزلاق غضروفي وما يقولش، وبيشتكي من المثانه وحرقان البول وصعوبه في التبول، وهو ما قالش طبعا. طب والدكتور هيعرف منين؟ يبقى عنده اصلا مثانه عصبيه والاعصاب مأثره على المثانه، وهو عمال ياخد حاجات لحرقان البول والتهابات. وحلل، يحلل زي ما قلت بالطريقه تطلع غلط. احنا في معظمنا بناخد عينه البول بطريقه خطا، ودي مهم قوي، وانا شرحتها اكتر من مره. الوعاء اللي هتودي فيه عينه البول لازم يكون متعقم، وما تلمسوش من جوه،
ويتحلل على طول ما يتركنش، لان البول لو اتركن الفوسفات اللي فيه بتتفاعل مع الجو بترسب تحت. يعني اللي يجرب فيك ويتبول في حاجه ويسيبها للصبح، يقعد يتبول فيها طول الليل ويسيبها الصبح، يلاقي طبقه جيريه تحت. ايه اللي حصل؟ الفوسفات اللي هي طبيعيه، النسبه الطبيعيه اللي في البول تاكسدت ورسبت في قعر الاناء اللي هو موجود ده. لما يشوف هو لما البول يتركن بتظهر دي، وتظهر بنسبه اكبر. فاحنا وبعدين يتعمل التحليل في نفس الوقت وفي معمل، وتبقى الحاجات مظبوطه. ما تاخدش كميه البول الاولى، لا كميه البول الوسطى. ليه؟ لان الاولى دي بتبقى فيها الميكروبات اللي موجوده على الجلد في مجرى البول، ودي طبيعيه هتظهر لك على انها ميكروبات في البول، وهي مش في البول، هي على الجلد، والجلد مش غير معقم وهي عند كل الناس. امال نعمل ايه؟ نتبول التلت الاولاني على الارض، وبعد كده يبقى منظفين كل حاجه والكوبايه نظيفه، نجي على البول يروح داخل في الكوبايه ونودي العينه. لو عملنا كده يبقى النتيجه دي مظبوطه جدا. يبقى التشخيص مهم من كلام المريض ومن طريقه اخذ العينات كلها. الاشعاعات الناس نقول له روح اعمل اشعه عاديه على المسالك البوليه، يروح زي ما هو لعياده الاشعه، تطلع الاشعه كلها غازات وحاجات محتويات القولون. لا طبعا، هو المفروض لما طلعت المفروض الواحد يتحضر للاشعه، ينظف القولون علشان تطلع الاشعه رايقه ونظيفه. لو في حصوه شبه معتمه تظهر، لو فيها اي حاجه تظهر، الناس تكسل وبتاع الاشعه ما يقولوش روح اعمل. ده عمليه مركبه، خطا مركب. يا ريت لو خدنا بالنا من كده نسبه التشخيص تبقى اعلى، وبالتالي العلاج يبقى ادق واحكم. حاضر ان شاء الله. فطبعا دي كلها امور يجب ان تؤخذ في الاعتبار. طب وصلنا للتشخيص المظبوط، كل حاجه لها العلاج الذي يناسبها. الوقايه خير من العلاج. طب الحاجات الخلقيه دي نتقيها ازاي؟ نتقيها بان احنا الامهات يجب ان لا تاخذ ادويه ابدا اثناء الحمل الا للضروره، واذا خدت دواء يبقى الدواء ده تحت اشراف الطبيب. يعني في بعض السيدات جالها شويه صداع تروح على الاجزخانه، انا عندي دواء للصداع، يروح مديها اي حاجه، تروح واخده الحاجه دي تبقى حامل في الايام او الاسابيع الاول. الثلاث شهور الاولى في الحمل هم في الاساس فتره تخليق الاعضاء، وثبت ان الاضطرابات في كيمياء الجسم قد يؤثر على هذه الاشياء، يطلع بقى الحاجات الخلقيه اللي احنا بنقول فيها دي كلها. لكن الستات الحوامل يجب ان تبتعد عن الادويه الا لضروره، وعند الضروره تسأل المختص، دكتور النساء، دكتور كذا، وتقول له أنا حامل في الشهر الكذا، ما كانش عارف، ما سألهاش، أمال إيه؟ مهم أوي أوي. بكده نتوقع شق كبير من الأشياء الخلقية التي تحدث في المسالك البولية وغيرها. دي نقطة. طبعا تجنب العدوى والالتهابات زي الحصبة الألمانية والحاجات دي كلها، ثبت إنها حاجات بتعمل تشوهات خلقية بقدر المستطاع. يعني واحد عنده حاجة من الحاجات دي أو واحدة، ما نروحش نلاصق ليه، لأن ده أخذ بالأسباب، وطبعا كل حاجة بأمر الله، لكن نأخذ بالأسباب. طب لقينا حاجة تبقى تشخص مظبوط وتعالج مظبوط. العلاج المظبوط يكون إزاي؟ نبدأ بالأيسر. إيه الأيسر؟ يعني اللي يجي بالقرص ما ناخدلوش حقنة، واللي يجي بالحقنة ما نعملوش عملية، وهكذا. في ناس على طول عملية، لا، وإذا كان ينفع العلاج الأول نمشي بالعلاج. ليه؟ لأن العملية باقية، لا، إلا إذا كان هيحصل مضاعفات، ودي يقدرها الطبيب. ولذلك نصيحتي للسادة المشاهدين، إذا تقرر عملية لأي حد، زي ما الدين في مذاهب، الشافعي وأبو حنيفة ومالك وابن حنبل وغيرهم، دول مذاهب في الدين، آراء في الدين. الطب علم تجريبي، في آراء، تلاقي الدكتور ده رأيه كذا، وهم صح ده صح، بس واحد يحب يخش في الطريق ده وخلاص، واحد يحب يخش في الطريق ده. أنا رأيي نبدأ بالأيسر، أنا بحب نمشي الأمور بالأيسر، وبعد كده نخش في الأصعب. يعني نبدأ بالأسهل ثم الأصعب ثم الأصعب وهكذا. فأنت تقرر لك عملية، واحد قال لك لك عملية، خد رأي تاني وتالت. التلاتة قالوا عملية، اعملها وأنت متوكل على الله. طب اتنين قالوا لا، خد علاج، وواحد قال عملية، امشي تبع الاثنين، لأن العملية باقية، العملية مش هتطير. لكن لو عملت العملية ما عادش مجال للعلاج، ويمكن العملية لها مضاعفاتها. فدي نصيحة مهمة جدا. طبعا هنجاوب على السادة المشاهدين بسرعة. الأخت سنية بتقول لما بتخش الحمام بتاخد وقت طويل علشان تفرغ البول. أهو ده نموذج من النماذج اللي أنا بقوله. الأخت سنية قالت في ثنايا الكلام إن عندها مشكلة في الأعصاب،
عموما، وقالت ان الحاجه دي قالوا لها انها حاجه خلقيه وراثيه، في طبعا امراض بتصيب الاعصاب، وهن في الاعصاب والعضلات والحاجات دي كلها بيبقى فيها جزء خلقي وراثي يعني. فطبعا ممكن تبقى اعصاب المثانه من الاعصاب التي تتاثر بهذا. يبقى تعمل ايه الاخت ثانيه؟ الاخت ثانيه بتروح لمكان فيه جهاز يورو دايناميك او ديناميكيه التبول، والمستشفى اللي هي هتروحها، ولو كانت الاخت ثانيه دي قريبه مننا احنا عندنا الجهاز ده في دمياط في جامعه الازهر هناك، تيجي لنا تاخد ميعاد بتحجز بيتعمل الجهاز، بتدفع رسوم قليله اقتصاديه للمستشفى، دي رسوم حكوميه، وبرضه بنخلي دكاتره الاعصاب يشوفوها ونعمل لها اليورو دايناميك او نشوف المشكله بتاعتها في الاعصاب عن طريق الجهاز، وبالتالي بتاخد علاج ان شاء الله وباذن الله تشفى من فضله. الاخت ام محمد بتقول عندها حرقان في الحوض، وكل لما تاكل شيء فيه املاح بيجي لها تعب، وهي بتعالج من السكر وسنها 41 سنه. انا علقت على الحته بتاعه الاملاح وقلت يا جماعه، اولا اكل الحوادق اللي احنا بنسميه بالبلدي املاح غير مستحب ابدا ابدا، وعاده سيئه. اللي ياكل اكله حادق هيجيب له الضغط، واذا كان عنده الضغط الضغط هيرتفع اكتر، لان الملح ده بيحوش ميه في الجسم، والميه بترفع من بتزود كميه الدم، لان الميه بتتشرب في الدم، فلو هم 6 لتر يبقوا 7 لتر، يبقوا حمل على الاورده وعلى الشرايين، وبالتالي يرتفع الضغط عنده او عندها. فالحوادق هو الملح اللي نحتاجه، هو ما يستساغ به الطعام، ده كفايه. طب انت نفسك جات لك لحته مخلله وماله، حته بتاع، لكن ما يبقاش النورم او الطبيعه بتاعه الشخص. في الفطار حاجه حادقه، والغدا حاجه حادقه، انا بحب الحوادق، عاده ليست صحيه، واخدين بالكم؟ وليس هذا هو الملح الذي ياتي في البول، عشان برضه نبقى عارفين. يقول لك انا لما كلت سردين ولا كلت رنجه جالي مش عارف، لا علاقة لها إطلاقا. ممكن يتعب الأمعاء لكن ما يعملش البول. هل الأمعاء بتوصل البول؟ بس دي قصة تانية يعني، مش عايزين نتشعب علشان يعني. نصيحتي للأخت أم محمد بتعمل تحليل بول، وزي ما قلت بالطريقة اللي أنا قلتها، وبتاخد العلاج على حسب الموجود فيه، وتعالج السكر، تظبطي السكر يا أم محمد، لأن السكر بيؤثر على المثانة وبيؤثر على التهاب في البول، بيعمل الحاجات دي كلها، ويعمل تكرار التبول ويكتر البول، دي موجودة، ولو اتظبط تلاقي الأعراض دي كلها راحت إن شاء الله. لها سؤال تاني بتقول ابني بيسبقه البول وبيتبول على نفسه سنه 5 سنين، ولو وبيضربوه بيروح مش عارف إيه. يعني أنا هقول لك رأيي، وبرضه خديه بأريحية وبالتجربة. بعض الأطفال بيبقى عندهم شيء من الدلع ومحاولة استحساس عطف الأبوين، هم لقوا أبوه أو أمه حريصين في الحتة دي، قوم يأتيهم منها لا إرادي، هو كده لا إرادي. الطفل ده ما دام ما بيتبولش على نفسه وهو نايم وبيتحكم في البول، وهو جاي بس من المدرسة مزنوق البول بيسبقه، ده ما عندهوش حاجة. ده ايه دي؟ ما هو اي حد مزنوق البول يسبقه، ولكن هو طول النهار متحكم في البول وطول الليل متحكم في البول، وسنه 5 سنين جات لما بيتزنق البول بيسبقه. يعني دي مش حاجه يعني انصحك انك ما تبحثيش فيها، لالا تخشي في دوام التحاليل واشعاعات وعلاجات وهي اصلا ما تستاهلش كل ده. ام عمرو عندها 59 سنه وبتعالج من السكر من 12 سنه، وهي سنها 12 سنه، وقامت الصبح من حوالي أسبوعين لقت فيه حرقان في مجرى البول ودم غزير، وعملت تحليل لقت فيه صديد فوق 100، والأشعات طلعتش حاجة، وبتسأل هل الصديد بيسبب هذا الدم؟ والله هو احتمال الالتهاب اللي سببه الصديد ده يعمل دم في البول وارد، ولكن انت بتعملي موجات صوتية على البطن والحوض وأشعة عادية على المسالك البولية وتحليل بول كويس بالطريقة اللي احنا شرحناها، وتظبطي السكر. تظبيط السكر ده مهم جدا، وده على جنب لأنه أساسي. الأشعات دي إذا طلع فيها حاجة بنعالجها، ما طلعش فيها حاجة يبقى دي كانت حاجة عارضة وما تهتميش بيها إلا إذا تكررت. معانا اتصال، تفضل. السلام عليكم. ازيك يا استاذ ابو القاسم؟ تفضل. بارك الله فيك يا دكتور، ان شاء الله نسال الله ان يكون ذلك في ميزان حسناتك ان شاء الله. يا اخ ابو القاسم سلامنا لاهل غزه جميعا. بارك الله فيك، نسال الله ان يتقبل اعمالنا واعمالكم. دكتور بدي اسال. تفضل.
تفضل. بيطلع له بنزلين فوق الخصيتين يا دكتور. اه قول تاني، انا ما سمعتكش في الجزء الاول. الخصيتين يعني بضل ان يطلع ان فوق وبنزلن في الكيس تاعهن هذا. لمين بقى، لابنك ولا لمين؟ اه ابني سنتين عمره. اه سؤالك مهم بس كده؟ ما كافي، الله يعطيك العافية. الاخ محمد تفضل. الو تفضل. اه دكتور لو سمحت عندي سؤال لحضرتك. تفضل. عندي طفل عنده شهرين، اكتشفت من كام يوم كده انه خصيته ارتفعت. ف ارتفع ثانيه واحده، يعني هي كانت تحت وارتفعت؟ آه. والله انت آه. ما حسيتهاش تحت خالص؟ لا لا، هي كانت موجوده في كيس الصفن او كيس الخصيتين. تمام. ايوه. وبعدين من يومين ثلاثه كده اكتشفت انها ارتفعت. ايوه. فا ايه العلاج للحاله دي؟ طب حاضر. الأخت أم محمد تفضلي. تفضلي أخت أم محمد. طيب هنقول سؤال. فاحنا جاوبنا الأخت أم عمرو. في أم يوسف بتقول ابنها اتولد وعنده انسداد في مجرى البول، والدكتور قال لازم عملية ترقيع وتسليك، ودكتور تاني قال نستنى 5 سنوات، والسؤال نسمع كلام مين في الاثنين؟ طبعا كلامك يا ام يوسف بالنسبه لي لا يصف الحاله. يعني انت بتقولي انسداد في مجرى البول، ما حدش هيلاقي انسداد في مجرى البول ويقول نستنى لسن 5 سنين. لا، انا اتصور ان دي حاجه اسمها هايبوسبيدياس، او اللي فتحت مجرى البول مش في مكانها الطبيعي، ممكن بتبقى تحت او في نص الاضيب او بين الاضيب والكيس، لها اماكن متعدده ممكن تظهر فيها حسب الحاله. ممكن يكون هو ده الحالة اللي الدكتور قال لك نستنى لما يبقى سنه 5 سنين، ودكتور قال لازم نعمله عملية ترقيع أو تسليك. علشان يطمئن قلبك خدي رأي دكتور ثالث، واخد بالك، يكون في منطقتك أو قريب منك، هو هيبقى هيشوف الحالة هل هي اللي أنا بقوله أو انسداد في مجرى البول. إن كانت اللي أنا بقوله دي اللي هو هايبوسبيدياس، احنا ما بنأخرش الأطفال عن سنة ونص، لأنه ثبت علمياً كل ما عجلنا بالعلاج كل ما كانت النتائج أفضل. ثانياً العلماء أو العلماء الطب طبعاً والأبحاث أكدت أن لما نعمل الحاجات دي قبل سن المدرسة أفضل. ليه؟ لأن يقول لك ممكن الأطفال في الحضانة بيتبولوا مثلاً قصاد بعض أو حاجة فيشوفوا شكل بعض، وبالتالي ده يفاجأ بأن شكله غريب عن الآخرين فتصيبه بصدمة نفسية. فبالتالي احنا بنصلح الحاجات دي قبل سن المدرسة. فعجلي ما استطعتي سن 1.5 و2 سنين كويسين قوي لإصلاح الهايبوسبيدياس أو مجرى البول الذي في غير المكان الطبيعي. ده أرجو أن يكون هو هذا. أنت قلتي انسداد في مجرى البول، فأنت وأنت لو قريبة مننا معرفش أنت فين تقدري تجيبه لنا دمياط نشوفه ونوجهك إن شاء الله، أو نعمل له إحنا العملية في مستشفى جامعة الأزهر إن شاء الله. الأخت أم محمد بتقول ولادي بناتها يعني كلهن عندهن تبول لا إرادي. تبول لا إرادي يا أم محمد الشق الوراثي، ثبت كده، يعني له أسباب كتيرة قوي، منها إن الأعصاب بتاعت المثانة لم تنمو النمو الكافي، وبالتالي عدم اكتمال نمو الأعصاب بيؤدي إلى خلل في الصمام نفسه. الحاجة الثانية، في بعض الأطفال، احنا ما بنتكلمش على أولادك، احنا بنتكلم للسادة المشاهدين، بيبقى نومهم تقيل أتقل من ألم البول، زنقة البول اللي هي بتصحي الناس. فزنقة الألم بتاع زنقة البول ده أو الإحساس بزنقة البول ده بيصحينا احنا. طب هو أو هي نومها تقيل، الألم ده ما يصحي، لو عملت صوت مزعج جنبها وهي نايمة مش هتصحى، يبقى الألم ده مش هيصحيها، يبقى هي سليمة في كل حاجة. لكن المثانة اتملت أثناء النوم، فإما أن تنفجر أو الصمام يفتح، فمن رحمة الله إن الصمام بيفتح وبيحصل التبول ده. يبقى في هذه الحالة بكل حالة بتتشاف على حسب حالتها. طيب بناتك دولي إن شاء الله أما يكبروا مش هيبقى فيهم حاجة خالص، ما تقلقيش، لأن الشق الوراثي ده معناه إن كان في الآباء وفي الأجداد وفي الأخوال أو الأعمام في الأسرة ناس من دولي، والحمد لله كلهم بقوا كويسين دلوقتي. فاطمئني لأن الموضوع ده لن يدوم، يعني بنتك هتتجوز وهي إن شاء الله ما عندهاش المشكلة دي. طيب احنا عايزين نبطل المشكلة دي من دلوقتي، احنا نستنى لما تيجي تتجوز. طب نبطلها ازاي؟
بص يا محمد، التبول اللا إرادي ده بينتج من البول بينزل والشخص نائم. طب لو احنا مش عايزين البول ينزل والشخص نائم، نعمل ايه؟ نقل البول ده، نقله، نخليه اثناء النوم قليل. ازاي؟ الطفل ده نقول له ما يشربش قبل النوم بثلاث اربع ساعات الا للضروره، وبعدين نساعده بالمشاركه. يعني انت ما تشربش واحنا قاعدين نشرب، انت ابني ما تشربش، بطل، لا انت عندك ده، ما ينفعش. لا، زي ما السيدات اللي عندهن العذر في رمضان بيتظاهرن بالصيام قدام العيال والناس وبياكلوا في السر، برضو احنا لو عايزين نشرب يبقى بعيد عنه علشان نساعده، يبقى كلنا نخف السوائل ولو قدامه او قدامها قبل النوم بثلاث اربع ساعات. الحاجه الثانيه، قبل ما تنام تخش الحمام، مهم. الحاجه الثالثه، نصحيها بعد ساعه من النوم، جدا مهم، لان التبول اللا ارادي ثبت انه في نسبه عاليه قوي من الناس ولاد او بنات بيحصل في الساعه الاولى من النوم العميق. النوم له مراحل ودرجات، لو صحيناها بعد ساعه لقيناها عملت ميه يبقى بكره نصحيها بعد ساعه الا ربع، وبعد كده نعمل منبه كل 3 4 ساعات، هتصحى مره واحده بالمنبه. نعمل التدريب ده 3 شهور كثيف مكثف، ان شاء الله هتجيب نتائج. مع دواء خفيف قوي، خفيف خالص، في أدوية غالية ب 200 جنيه و 250 جنيه لا داعي لها على الإطلاق، في أدوية أبسط، وإحنا طبعًا ما ينفعش نقول أسماء أدوية عشان ما تبقاش دعاية ليهم، لكن إحنا بنقول في أدوية أي حد من الدكاترة المسالك البولية هيكتب لك عليها، حاجات بسيطة جدًا مع النظام اللي أنا قلته، إن شاء الله الأمور هتبقى طبيعية وكل حاجة هتبقى زي الفل. أم مريم بتقول بنتها مريم عندها 10 سنوات وعندها تبول لا إرادي ولا تتحكم في البول عند الضحك والبكاء. ما اعرفش هي ام مريم اللي ما بتتحكمش والله بنتها. هنجاوب على السؤالين. لو ام مريم هي اللي ما بتتحكمش في البول عند الضحك وعند طبعا ما دام قالت البكاء يبقى في الغالب مريم بنتها، لكن ما يجراش. ممكن ام مريم بنتك مريم يبقى عندها ضعف في عضله المثانه واعصاب المثانه. لو هي الامر كده يستحسن انها تعمل ديناميكيه للتبول علشان تتقاس قدره المثانه وقوه عضله المثانه. وزي ما انا قلت الجهاز ده عندنا في جامعه الازهر في دمياط، لو انت قريبه تعالي، وهي له رسوم ما اعرفش حوالي 180 جنيه بتدفع للمستشفى للحكومه، رسوم حكوميه، وبيتعمل الاختبار وبنصف لها العلاج ان شاء الله. الأستاذ محمد بيقول إن عنده 27 سنة وعنده عيب خلقي، كان عنده عيب خلقي اللي هو هايبوسبيدياس، عيب خلقي في مجرى البول، يعني مجرى البول ما كانش في مكانه الطبيعي. عمل عملية 3 مرات ومن 10 سنين وهو عنده التهابات في البول ودم، وتعمل له منظار وقالوا له عندك قرحة في المثانة وهكذا. أنا أؤيد الرأي يا أستاذ محمد اللي قالك انك تعمل اشعه صاعده على مجرى البول، انا اؤيد هذا الراي ده صح. اعمل اشعه صاعده على مجرى البول، احتمال يبقى مجرى البول عندك فيه جيوب، يعني هو سلك وتصلح اكتر من مره، فمش زي الطبيعي مش سالك بقى، فالجيوب دي البول بيركن، يعني البول ده معدى اهو، يقوم بعد التبول البول يركن في جيوب اسمها دايفرتيكولم، جيوب ناتجه من ايه؟ من التصليحات السابقه ومن الضيق اللي كان موجود. فمطلوب تعمل اشعه صاعده على مجرى البول، اذا كان فيه ضيق بيعالج الضيق، والضيق يعالج اما بالمنظار، لو كان قصير بنقطعه بالمنظار ونحط قسطره سيليكون لمده اسبوعين، من 10 ايام لاسبوعين، وبعد ما بنشيل القسطره بنعمل توسيع، والتوسيع مهم زي العملية وأهم. في ناس بتعمل العملية وبعدين يشيلوا القسطرة ما يرجعش تاني، ما يوسعش، يجينا بعد شهرين ثلاثة قافل، ويبقى القفل يمكن أشد. ليه؟ لأنه لازم توسع. إيه التوسيع ده؟ طبعا إحنا لما بنخش بالسكينة، هي سكينة بنقطع الضيق ده، نفتح 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 نفتح، وبعدين لغاية لما نسلك والمنظار يخش نروح مدخلين القسطرة، فالقسطرة يبقى دخلت في الحتة اللي كانت مقفولة فتحتها اهو، بقت كده. لما تبقى كده تبني عليها، يبقى مجرى البول بيبنى على جدار القسطرة اهو، يبقى هيبقى زي القناة، زي الطنل، زي النفق. طيب شلنا القسطرة، الجسم وارد انه يقفل على بعضه تاني، وارد. ف
فاحنا بنعمل ايه؟ بنوسع كل اسبوع مرتين في الاول، يقوم حتى لو بدا يقفل تروح التوسيعه دي فكاها، وبعد كده كل اسبوع، وبعد كده كل اسبوعين مره، وبعد كده كل شهر، كل ثلاث شهور، وهكذا لغايه لما الجسم يتاقلم على هذا الشيء ولا يحدث تليف يقفل الفتحه من تاني. اتفضلي يا ام احمد. السلام عليكم. عليكم السلام. دكتور انا عندي الحين عندي شو اسمه العصب في الرقبه ملتهب، ولكن الحين لما تجيني نزل طرد ولا شيء عندي الكح غير اوضي اكثر من مره، لو اني ماضيه يمكن خمس مرات للصلاه اوضي. انا مش على طول. مش فاهم قوي يا ام احمد، انت عندك قولي ثاني كده ايه؟ انا عندي في ضغط على الاعصاب من عند الرقبه والاكتاف. على الاعصاب في منطقه الرقبه، ولكن ايوه. ولكن في عندي قبل فتره من شهرين وجاي صار البول وانت الكرم ينزل معي كح معي عمل معي حاجه يعني باي جهد بسيط. اه ايوه حاضر يا ام. يعني ما ادري سنك كم سنه يا ام؟ نعم. سنك كم سنه؟ 50. ولدتي كم مره؟ 6 مرات. ولادات طبيعيه؟ كلها طبيعية ولها فترة يعني 15 سنة قبل ما جبت ضغط على بعضهم، لأن يعني حاول أجيب فترة بينهم واسع بينهم. كانت في ولادات متعسرة يعني وكده، والروس بتتزنق والعيال بتطلع بصعوبة كده ولا؟ لا لا كلها عادية ما فيها أي صعوبة. طيب نجيبك إن شاء الله يا أمو أحمد. تفضل أخي إمام. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. بقول لحضرتك يا دكتور أنا لي أخ كان عمل حادثة فحصل له كسر في العمود الفقري. في القطرة في الفقرة القطنية اللي هي الأولى. قطنية الأولى؟ قطنية الأولى؟ آه. اتكسرت يعني ولا حصل فيها إصابة؟ آه لا انكسرت. أو حصل فيها إصابة، فالمهم عمل عملية ركب مسامير وشرايح. معايا حضرتك؟ معاك، اتفضل. فبعد تاني يوم في نفس العملية في نفس الحادثة بالليل يوم الحادثة حصل عنده تبول لا إرادي وتبرز. الأطباء قالوا ممكن بعد العملية معايا أيوة إن يرجع له الأمر تاني. هو ممكن أسألك سؤال خليك بس معايا، هو عمل العملية في نفس يوم الحادثة مش كده؟ لا بعد بعد الحادثه بكام يوم؟ للاسف ان هو الحادثه كانت يوم 22 يناير اللي هو في الثوره. طيب وعمل العمليه قعد حوالي اكثر من 40 يوم عمل ما عمل العمليه. يعني قعد 40 يوم قبل ما بعد الحادثه وقبل العمليه. اه. طيب السؤال في ال 40 في ال 40 يوم دولي كان بيتحكم في البول والبراز؟ لا. ما كانش بيتحكم في البول والبراز من بعد الحادثه. بعد الحادثة مباشرة ما كانش بيتحكم اليوم اللي عمل فيه الحادثة بالليل ما فيش تبول يعني ما فيش تحكم لا في البول ولا البراز. طيب بعد كده عمل العملية دلوقتي. اتفضل يا فندم. اتفضل. فدلوقتي حضرتك عمل العملية برضه وبقاله حوالي 9 شهور عاملها معايا حضرتك او اكتر او 10 وبرضه نفس النظام. فاحنا دكتور للاسف مش لاقيين دكتور مسالك بولية شاطر ان احنا نروح له يفيدنا. في دكاتره تقول لك لا الامل انقطع على كده مش هيرجع له الموضوع ده تاني. ثانيا ان هو حتى ما كانش بيتبرز الا بالحقنه الشرجيه. التبرز اوقات يعني ما بيتحكمش فيه خالص خالص، وممكن طبعا هو سنه كبير عنده حوالي 42 سنه، فطبعا ده بيسبب له احراج بين الناس وكده. فيعني هل في حل؟ او اتمنى ان حضرتك اخد تليفون حضرتك نيجي لحضرتك يعني نشوف في حل. ان شاء الله يعني نسلم بالامر الواقع ولا ايه رايك؟ لا 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 ييأس من روح الله الا القوم الكافرون. احنا نعم. ربنا خلق الداء وخلق الدواء وبس. نعم. احنا نصبر وان شاء الله ربنا باذن الله. خد رقمي من الكنترول ونتواصل ان شاء الله، بس لا تفقد الامل، فالامل في الله وربنا اللي سبب حاجه هو كفيل سبحانه وتعالى بانه يعيدها الى طبيعتها ان شاء الله، فما تيأسش. الاخ محمد اتفضل. السلام عليكم يا دكتور. والله حضرتك انا لسه من شويه كنت حضرتك بتجاوب في السؤال بتاعي. انا عمل حضرتك قلت المفروض اعمل اشعه صعبه على مجرى البول، انا اوريدي عملتها فعلا وطلع حضرتك بتجاوب في السؤال بتاعي لسه من شويه. ايه كده مش سامعك؟ مش سامعك كويس محمد.
والتاني أيوة. انت اللي كنت سالت السؤال بتاع ضيق مجرى البول. ايوه انا كنت في الدور في حاله اللي انا كنت بتكلم في موضوعك دلوقتي. ايوه انت عملت عملت فعلا اشعه صعبه على مجرى البول. متى امتى فعلا امتى الجيوب طلع الجيوب عليها والتهابات بسبب العمليات القديمه والمنظار انا عملته من 10 سنين والاثرات وكده يعني. طلع اللي انا قلت لك اسمع اللي انا قلته لك وتوقعته طلع هو في الاشعه مش كده؟ ايوه بالظبط في الاشعه. ايوه موجود وفي في الاخر في مجرى البول كمان من ضمن التليفات والجيوب اللي حضرتك بتقول عليه. فانا عايز اعرف بقى هل ما فيش علاج غير التدخل بالمنظار؟ وهل التدخل بالمنظار دوت يا دكتور هيبقى فيه تاثير بعد كده على البروستاتا؟ لان طبعا هيدخل للداخل. هل في مشكله تتعلق بالبروستاتا او خطوره العمليه او ان هي عاديه ولا بلاش اثار جانبيه او كده؟ لان انا متجوز لسه من 8 شهور وما اعرفش بيأثر عليا كل فتره كل ما بتجيلي التهابات وكده يعني. لا هو ان شاء الله يا اخ محمد لو هي محدش يقدر يقول لك المنظار او الجراحه الا لما يشوف الاشعه ويشوفك. فانت يعني اقرب دكتور مسالك بوليه اعرض عليه الاشعه وخد رايه وشوف يقول لك ايه. المنظار مش وحش ممكن لو هو حاجه بسيطه يصلحها وان شاء الله الامر ده لن يؤثر على البروستاتا اللي انت خايف منه مش هياثر ان شاء الله عليه ما دام في علاج مظبوط. بس الاشعه اللي معاك مهمه لانها هيبنى عليها راي الطبيب اللي هيشوف. فاذا كانت الجيوب دي بص هقول لك معلومه طول بالك. الجيوب دي لها انواع اما انها ريتنتيف بتحوش بول او ما بتحوش. اذا كان ما بتحوش والبول بيجي ففي جيوب بس لا تحتجز البول ما بنعمل لهاش حاجه لانها لا تضر. اما اذا كانت بتحوش يعني جيب عامل كده وطالع كده بحيث البول ما يطلعش ضد الجاذبيه يبقى دي اللي بيتعامل معها. دي اللي تتصلح على حسب الحاله. فانت مصري ولا منين؟ انا مصري ايوه وطالع مع دكتور في مصر ومرر له الاشعاعات وقال زي ما حضرتك بتقول لازم تدخل جراحي. فانا بس حبيت اتاكد من حضرتك واعرف مدى ان العمليه ديت هيبقى لها تاثير ولا لا وهل البروستاتا هيبقى لها دخل في الموضوع او ان الموضوع بس هو يعني هيبقى ان شاء الله بسيط. بس انا عايز اطمن عشان كده يعني. انا اطمنك بان الموضوع ان شاء الله بسيط ومش هيبقى لها علاقه بالبروستاتا باذن الله. وتابع مع الدكتور اللي انت متابع معاه وان شاء الله ربنا هيهديه للصواب. ولو عاوز تاخد راي حد تاني قريب منه خد الاشعه واعرضها واسمع راي واثنين وثلاثه مش هيشوشك يعني الموضوع ما تخافش مش هتتشوش. لكن الاراء مهمه. يعني لو واحد قال لك منظار وواحد قال لك فتح جراحي انا مع المنظار في الاول. ليه؟ لان الفتح الجراحي عمليه اكثر تعقيدا ويعني لها بعض الاعراض الجانبيه احنا مش عايزينها في المرحله دي. المنظار اسهل واحسن. فاذا وهكذا ما اقدرش انا افتيك عن كل حاجه الا اذا يعني بناء على معطيات الاشعه وانك تتشاف شخصيا وتتحس مجرى البول وهكذا. فما تخافش من تاثير الموضوع ده على مجرى على البروستاتا وعلى الخلف وعلى الانجاب لان دي هذه نقره وتلك نقره زي ما بيقولوا. ده بالنسبه للاستاذ محمد وهو اتصل علينا تاني مشكورا وزي ما انا قلت له وزي ما انا توقعت ان الاشعه الصاعده كانت مهمه وانها تظهر الجيوب اللي هي كانت موجوده في مجرى البول. واظني ان الجيوب دي ما دامت بتعمل التهابات يبقى فيها جزء بيحتجز مجرى البول فواجب الاصلاح. وانت ان شاء الله لما تنزل مصر تتابع مع الدكتور اللي انت بتروح له وان شاء الله ربنا يلهمه الصواب. الاخت ام شهد بنتها عندها 9 سنين وفي الحضانه وعندها زنقه البول وعندها 3 كلى وحضين وانا شرحت لها القصه دي وطمنتها وبقول لها يا ام شهد 3 كلى دي نعمه ما تخوفكيش في حاجه. ده في بنات بيبقى الكلى ساقطه في الحوض تحت خالص وتحبل وتخلف وتولد وكل حاجه. شوف دي يعني ممكن دي اللي تبقى تعمل قلق عند الناس لما واحده يتقال لها الكليه في الحوض طب الرحم مش هيزنق على الكلى دي او لا؟ ربنا سبحانه وتعالى خلق فسوى وقدر فهدى وبييجوا يولدوا وتبقى امورهم طبيعيه جدا. طب انت ما عندكيش حتى القصه دي ده انت موضوعك اسهل لان الكليه اتقسمت 2 بحالبين بحوضين ايه زعلك من دي؟ ما لم يكن هناك ارتجاع. وقلت لك ان الارتجاع بيتحل بان احنا بنعمل اشعه صاعده من مجرى البول وليس على مجرى البول. تفرق اللي هو كنت بقوله للاخ محمد حاجه وانت حاجه ثانيه. اللي انا كنت لاخ محمد اشعه صاعده تبين مجرى البول. انت الاشعه بندخل قسطره كل مجرى البول وبنحقن في المثانه بنحقن الصبغه
في المثانة علشان نشوف هتطلع الحوالب والله لن مش هتطلع الحوالب. فإذا طلعت الحوالب يبقى فيه ارتجاع ويبقى له علاج برضو إن شاء الله. ما طلعتش يبقى الموضوع أسهل وما تقلقيش، تشوفي تعملي تحليل بول مظبوط وتعالجي التهابات البول اللي موجودة ولا تتوتري، فالأمر إن شاء الله أخف مما تتوقعين. الحاج عبد العزيز سنه 55 سنة بيقول أنا بلحق لو ما لحقتش نفسي ممكن البول ينزل لوحده. يا حاج عبد العزيز مش هتخسر حاجة، تعمل تحليل سكر صائم وبعد ساعتين في الدم وتحليل بول أسهل حاجة، لو ما طلعش سكر هيطلع في البول صديد أو التهاب نعالجه. وخد حاجة للبروستاتا لأن البروستاتا في السن الخمسينات ده بتبدأ تعمل بعض الأعراض المشابهة لهذه الأعراض، لكن إحنا عايزين الأول نلغي حكاية السكر موجود أو غير موجود. موجود يعالج، غير موجود يبقى الحمد لله. ولو عملت التحليل مرة ومرة يبقى أحسن، يعني اعمله النهاردة صايم وبعد ساعتين وبعد يومين ثلاثة اعمله صايم وبعد ساعتين في معمل تاني وشوف النتائج، ما طلعش حاجة يبقى الحمد لله، يبقى احنا ماشيين بقى في تحليل البول والبروستاتا. نظبط الأمور دي وإن شاء الله تبقى كويس وزي الفل. الأخ ناصر من قنا بيقول إن هو ما بيقدرش ينام من كثرة التبول، ولما البول بيزنقه الكلى بتكلبش عليه وما بيستريحش إلا لما يتبول. طبعا يعني معلومة بس للناس كده، الكلى ليست تحت الجلد في الظهر، يعني عشان بس الناس تبقى عارفة، الكلى دي جوه زي ما بنشوف مثلا بندبح الخروف في العيد أو العجل في العيد بنلاقي الكلى جوه وحواليها طبقة من الدهن. البني آدم زي كده تماما، لأن اللي خلق ده هو اللي خلق ده مع الفارق طبعا في نوع المخلوق. الكلى جوه، فليست الكلى هنا بحيث ان اي شد في ظهرك يبقى هو ده الكلى شده ومكلبشه، لا لا. انت لو شاكك عشان تقطع الشك باليقين بتعمل موجات صوتيه على البطن والحوض، اسمع، موجات صوتيه تلفزيونيه يعني على البطن والحوض واشعه عاديه على المسالك البوليه وتحليل بول، دول بيشخصوا حالتك في غايه البساطه. وان شاء الله لما الحاله تتشخص بتاخد العلاج الذي يقتضيه هذا الامر. وطبعا لو في ممكن يبقى في سكر، تبقى تحليل البول هيظهره. طب ما ظهروش، اعمل سكر عشوائي، اعمل سكر عشوائي او صايمه بعد ساعتين، يبقى انت كده اتشخصت. ولما تبقى موضوعك الشخص يبقى علاجك سهل جدا، في دواء واحد تاخد قرص في ال 24 ساعه بيريحك من كثره التبول دي ان شاء الله. الاخ سيد عنده سكر وبيتبول ميه بكثره وجنبه بيوجعه نفس موضوع الحاج ناصر. طبعا يا اخ سيد ضبط السكر في غايه الاهميه. ليه؟ لان السكر بيعمل تكرار البول. ليه السكر بيعمل تكرار البول؟ لان لما السكر بيعلى في الدم عن 180 بتبدا الكلى تفرزه وينزل في البول. المفروض البول ما يبقاش فيه سكر، فالبول لما السكر لما نزل في البول بقى المثانة بقى فيها البول بوصف غير طبيعي، بهيجها تبقى مهيجة، بيصير أعصاب المثانة، فبالتالي لما يتزنق يبقى خلاص ما عادش عندها طاقة تتحمل، فبتروح الواحد إن ما راحش الحمام يبقى ممكن المثانة نفسها الصمام يفتح وينزل البول لوحده. ضبط السكر بيفيد في كل الحالات دي، يعني بريح الأعراض وفي نفس الوقت بيمنع مضاعفات ارتفاع نسبة السكر في الدم. فأنت يا أخي سيد بتظبط السكر وتعمل موجات صوتية على البطن والحوض تشوف جنب الكليتين فيهم حاجة أو ما فيهمش، إذا طلعوا سلام يبقى الموضوع ده ممكن يبقى عضلات الظهر هي اللي تعباك أو القولون. كل دي حاجات بتعمل أعراض متشابهة، ثلاثة دول أغلب ثلاثة بيبقوا مشابهين لبعض، الكليتين، عضلات الظهر، القولون. واحد يقول ايه علاقة القولون؟ القولون ماشي على جنب الكلى على طول، وبالتالي انتفاخات القولون وتقلصات القولون ممكن تعمل آلام مشابهة لتقلصات الكلى. ازاي نعرف؟ دكتور المسالك بيطلب منك موجات صوتية على البطن والحوض ويعمل لك أشعة عادية وبيكشف عليك، ومن ثم بيوضح لك ان الموضوع ده بعيد عن الكلى والكلى كويسة، وان شاء الله بيديك علاج وتبقى كويس. أم عائشة بتقول عندها تفلت في البول عند الضحك وحرقان في البول وبيزيد في الصيف. طبعا عندها 36 سنة،
في حاجة اسمها ستريس يورينري انكونتيننس، عدم التحكم في البول أثناء الحزق أو الإجهاد. ده وصف لحالة لما الستات، وتبقى في الستات أكتر، وهي في الرجالة موجودة لكنها في الستات أكتر، تضحك تزعق أي حاجة تخليها تزيد الضغط بتاع البطن على المثانة، المثانة تروح معدية البول. غالبية السيدات دول بيبقوا من اللي هم ولدوا مرات كتيرة وولادات طبيعية. وذلك أنا سألت الأخت اللي هي من السعودية وقلت لها أنت أم أحمد، هي ولدت 6 مرات وولادات طبيعية. طبعا اللي بيحصل إيه في الولادات؟ الرحم مع الجدار مع عنق المثانة مشدودين بأربطة إلى الحوض في الجناب، عارفين البلاستيك المشمع زي ما اسمها ليجامنتس، أربطة. طبعا الحزق بتاع الولادة والولادات المتكررة بلين الأربطة دي، بيطولها شوية، بخلي الزاوية بتاعت عنق المثانة مع مجرى البول في السيدات تفتح. هي المفروض لها زاوية معينة تفتح، لما تفتح بيبقى المثانة مع مجرى البول في خط واحد، أي ضغط على المثانة يروح البول طالع. لكن هي في الأصل متنية، لما في ضغط على المثانة التانية دي تمنع البول يطلع، فلكن من كتر شد الأربطة والولادات اللي شدت الأربطة فردت، فأصبح البول تحزق يروح البول نازل من مجرى البول. طبعا بتعالج بأنواع متعددة من العلاج، منها ما هو دوائي وما هو جراحي. بنعمل عملية بندخل زي شريط كده نرفع بيه مجرى البول شوية بحيث أنه يرجع إلى المستوى الطبيعي، ومن ثم الزاوية بترجع ولا يحدث هذا النزول البول أثناء الكحة أو العطس أو الضحك. فبخصوص أم عائشة، يا أم عائشة خدي علاج في الأول. أنت طبعا ما عندكيش اللي أنا قلت عليه في أم محمد، أم أحمد خدي علاج، في علاجات بتريح الأسباب دي، وأي دكتور مسالك بولية تروحي له هيديكي العلاجات دي، وإن شاء الله أمورك هتستقر وتبقى كويسة. أم إبراهيم بتقول ولدت طفل عنده 8 شهور عنده اللي بنسميها إكتوبيا فيزايكا. الإكتوبيا فيزايكا إن بقى فيه حاجة خلقية، إن عضلات إن جدار البطن عند الطفل لم يوجد، يعني فيه حاجة خلقية، نقص في جدار البطن مع المثانة من فوق. فبتلاقي المثانة المفروض تبقى كده وفوقها جدار البطن، لا المثانة بره والحالبين فاتحين بره والبول بينزل على الجلد. طبعا دي حاجة خلقية، ويعني أنصح إنها بتروح لمستشفى متخصص قوي في جراحة الأطفال زي مثلا أبو الريش، أو يعني أشوف أي حاجة أقرب ليكي. طبعا كنا نأمل أن نجيب على باقي الأسئلة، لكن إن شاء الله نجيب في الحلقات القادمة. نسأل الله عز وجل لقناة الرحمة الموفقة بإذن الله للقائمين عليها والعاملين فيها التوفيق والسداد، ونشكركم أيها السادة المشاهدون على حسن المشاهدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصحة كنز لا يفنى، والمسلم أغلى ثروتنا، والرحمة اسم ومسمى، أضحت مفتاح سعادتنا. للمرضى في الرحمة أمل يهديه طبيب عيادتنا، للداء دواء فابتسموا، وادعوا بالخير لإخوتنا، يشفيكم رب رحمن، ويزيد نجاح مسيرتنا، ويزيد نجاح مسيرتنا.